أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن الجيش العراقي في بيان له تحرير بوابة الشام التي تعد المدخل الغربي لمدينة الموصل، فيما قالت قيادة العمليات المشتركة إن مقاتلي تنظيم داعش باتوا محاصرين في الأحياء التي يحتلونها داخل المدينة. وأضاف البيان أن القوات تقدمت بعد ذلك وحررت مباني شركات ومخازن ومراكز اجتماعية حكومية، وهي منشآت وأبنية تقع على مشارف الأحياء السكنية للموصل من الطرف الشمالي الغربي. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها ترجح بقوة مسؤولية الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون، في حين كشف مسؤول أمريكي عن وجود تسجيلات لمحادثات بين خبراء كيميائيين لدى الأسد ترصد الاستعداد للهجوم بغاز السارين آنذاك. وفي الأثناء قال وفد بريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنهم حللوا العينات التي أخذت من مدينة خان شيخون وثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه غاز السارين. عدت الخارجية الأمريكية أن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في شمال غرب سوريا هو جريمة حرب نفذها الأسد، وفي رد على تصريحات الأسد لوكالة فرانس بريس الذي اعتبر فيها أن الهجوم الكيميائي مفبرك 100%، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الأسد يحاول تقديم معلومات خاطئة ويحاول زرع الارتباك، مضيفا أن هذا التكتيك رأيناه في الماضي من جانب روسيا. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه جرى استكمال صعود الخارجين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربع إلى الحافلات وسيارات الإسعاف. ونقل المرصد عن مصادر إنه من المرتقب أن تنقل الحافلات الخارجين من مضايا والزبدان إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، فيما سيجري نقل الخارجين من الفوعة وكفرية إلى مناطق سيطرة قوات الأسد في محافظات أخرى. أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لأول مرة احتمال وجود مخلوقات فضائية غريبة تعيش خارج كوكب الأرض، وبحسب ما أعلنت ناسا فإنها اكتشفت أن القمر إنسيلادوس القريب من كوكب زحل يتضمن ظروفاً ومواصفات ومعايير ومصادر طاقة يمكن معها أن تكون الحياة ممكنة لمخلوقات وكائنات غريبة وفضائية من غير الجنس البشري. إلى اللقاء.